الفصل الثامن راح يكون حول موضوع المودلينج. من خلاله راح نعرف طريقة الـ Separation of Variable، هاي الطريقة الأساسية اللي يستخدموها لحل المعادلات التفاضلية الجزئية Partial Differential Equation. فأول مثال راح نأخذه بالمودلينج هو الـ Heat Conduction، اللي مثل ما تعرفون هو بالصالد، عندنا صالد ماتيريال يصير بانتقال حرارة عبر مسافة. فإذا نأخذ الجيومتري نرسمه، نعتبره هو سلندريكال شيب رود، تتغير درجة الحرارة ويا الأكس من صفر إلى L. طبعا التغير راح يكون gradient، درجة حرارة ويا الأكس يكون تغير ثابت. فهنا U تمثل درجة الحرارة، والأكس هو البعد، والتي هو الزمن. طبعا بها assumptions، يعني بها فرضيات قبل ما نحل المعادلة التفاضلية. فرضية الأولى إنه الـ cross section area A يكون ثابت، مثل ما تعرفون انه اذا الـ A تغير راح تتغير بعض المعادلات، خصوصا اذا كانت تغير ويا الـ X. الـ density نفس الحالة، الكثافة ثابتة والـ specific heat ثابتة والـ thermal conductivity ايضا ثابتة. تذني الـ properties والـ geometry features كلنا اعتبرها ثابتة. الفرضية الأخرى أنه insulated، فهنا أكو عازل على الرود يعزل الحرارة من تروح جهة الـ Y، فكل التغيير ده يصير بجهة الـ X. النقطة الثالثة أنه درجة الحرارة constant، من أقول constant يعني الـ U ما تتغير ويا الـ Y، تتغير فقط ويا الـ X ويا الـ T. والنقطة الأخيرة أنه الـ Rate of Heat Conduction، أي كلمة Rate معناتها تغير ويا الزمن، فهنا أنا الـ Heat Conduction ويا الزمن is proportional، يعني يتناسب طرديا مع هاي القيمة. على كل حال هاي الـ Assumptions يعني الأدبيات ما أطلبها من عندك تقول لي إياها بالحال، بس هي مطلوبة لك بشكل عام، لأن هاي المعادلات ما تصير صحيحة بدون هاي الفرضيات. في المعادلة الأولى اللي تحكم هذا التغيير هي تنكتب هذا الشكل أو تنكتب بشكل آخر، أنه C تربيع لهذا المشتقة الثانية النقل إلى جهة اليمنى. هنا أنا اليوم مثل ما قلنا مثل درجة الحرارة تتغير ويا الزمن تتغير ويا الأكس. هنا أنا هم تقدر تكتبين أنه T أكبر من صفر، معناته أنه يعني سيستم شغال، والأكس من صفر إلى L، هذا الباوندريز. الباوندر كونديشنز درجة ثانية، فأنا أعطيها ويا سبيس two باوندر كونديشنز، عندما الأكس صفر درجة حرارة صفر، وعندما الـ XL درجة حرارة صفر أو الـ U صفر. فكأنه هنا أيضا يعني ماكو انتقال حرارة، تتغير هي مرة ويا الزمن، فأنا أعطيها أيضا Initial Condition ويا الزمن مرة، عندما الـ T صفر عندنا FX، هي يعني الحرارة تغيرها يعني سنشوفها غالبا هي exponential، فايل fx راح تكون exponential function. فلحل هاي المعادلات التفاضلية عندنا عدة طرق، وهي هاي البوينت من هاي المحاضرة ان نتعلم هاي الطرق. راح ناخذ الطريقة الأولى بهاي المحاضرة، هي الـ separation of variables أو اختصارها الـ SOV. أكو طرق أخرى مضافة عليها،
إذا عدنا وقت ناخذها، اللي هي superposition and separation of variables, variation of parameters, Laplace transform اللي أخذناه أصلا، والفوريير ترانسفورم أيضا أخذناه بس نعيده تحت منظار المعادلات التفاضلية. فراح نحل هاي المعادلة التفاضلية بطريقة the separation of variables. Separation of variables طريقة تعتبر old، لأن هي يعني أكو تكنيك جديد لحل المعادلة التفاضلية بشكل أسهل، بس مثل ما قلنا نأخذها لأن هي basic وتعطي فكرة شلون تحل المعادلة التفاضلية، خصوصا إذا كانت linear. تنتبه هنا linear، شلون صنفناها بالمحاضرة السابعة أنه البي دي من أكون linear، راح أختار the separation of variables، ممكن تختار له قبل ما تدخل بتفاصيل، ما إذا كان non linear يعني حاول تتجنب separation of variables، ما أقول لك مستحيل ما تقدر تحلها بهاي الطريقة، بس تجنبها، هذا اللي مول يقولوا بالكتب. فهنا الفكرة الـ separation of variables إنه درجة الحرارة حلها، يعني حل هاي المعادلة التفاضل راح ينتهي بينا إلى حل إنه أكو متغيرات منفصلة ما يخص البعد منفصل عن ما يخص الزمن، فلهذا فرضوا إنه الحل بهذا الشكل، بشكل F وبشكل J، عفو G، F G. فهنا هذين الدالتين، واحدة ويا الاكس وواحدة ويا الزمن، منفصلات، فلهذا سموها separation of variables. فإذا فرضت هذا الحل يعني let u equals كذا، راح اشتقه وأعوضه بالأصلية مثل ما تعودنا، فاشتقه ويا الزمن. إذا تشتقه ويا الزمن انتبه هنا اكو دات، يعني هذا معناتها ريت، هي ترانسفير ريت، اوكي، فتغيره ويا الزمن نحط له دات، تغير ويا البعد نحط له هاي البرايم، دبل برايم برايم. فهذني شلون جت هي تمثل هاي المعادلة، يعني هاي اليو إذا تشتقها ويا التايم، إذا نشتقها ويا التايم هذا يكون ثابت ينزل F، مشتقة الجي تي ويا التايم هي جي تات. إذن الأقواس هم شلناها يعني للسهولة، الإكس والتي ما حطيته هنا فشلناها للسهولة. فهذا ويا التي ويا يعني اليو ويا تي، بعدين هذا الجهة الثانية إذا تريد تنقلها هنا فلازم تشتق اليو ويا الإكس مرتين، فمن اشتق هاي الدالة ويا الإكس مرة الجي راح تنزل كما هي، والإف يصير إف برايم، والسي تربيع هم ينزل لأن عندنا هناك سي تربيع، فذن الثوابت ما لها علاقة بالإكس. تشتقها مرة أخرى ويا الإكس هم تنزل الثوابت سي تربيع والجي، بس الإف يصير إف دبل برايم. واضح؟ فهذا يعني هنا أنا هي جبتها من المعادلة رقم واحد، شن هاي جبتها من المعادلة رقم واحد، هذا تمثل ال ويا الاكس مرتين، هذا تمثل ويا التي مرة واحدة. هسه إذا نفرض أنه فرضيتنا صحيحة والتفاضل يعني من فاضلتها وديتها المعادلة التفاضلية كل شيء صحيح، فراح أعزل متغيرات الجي واحد ومتغيرات الأف واحد، سي تربيع ممكن تخليه هنا ممكن تخليه هنا، فأنا نفضل خلي ويا الزمن. فهنا الجي نات راح يثبت، راح يجي الجي والسي تربيع
بهذا الجانب بهذا السايد، والاف دبل برايم يثبت والاف وهذا ينزل، فترتيبها هالشكل صار الاف دبل برايم على الاف مترتبها، والجي دات بقت، الجي سي تربيع بقت جت بهذا الجانب، فصار عندنا هذا الترتيب، عزلنا ما يخص السبيس وما يخص التايم واحد. ذني بالرياضيات إلهن ثلاث احتمالات، أما الاحتمال هو ثابت بس موجب، أو احتمال هي صفر، أو ثابت هو سالب. إحنا يفيدنا التربيع فنأخذ ثابت تربيع. هسه تقول لي ذني البي تربيع الصفر والسالب بي تربيع، أنا من عندي يعني هي صارت من المتعارف، فنأخذها قانون، نأخذها قانون إنه دائما اختار لها موجب صفر سالب، واختار لها تربيع لا تروح بجانب الأحادي، فهي متعارفة إنه هالشكل من نعزل الثوابت هاي الفرضيات تكون. راح نسوي تشيك لكل فرضية. الفرضية الأولى من تكون بي تربيع، فكانوا هاي المعادلة كلها تساوي بي تربيع. إذا تساوي بي تربيع يعني الجي دات تبقى السي تربيع والجي تنضرب بالبي تربيع، زين، فتحولت بهذا الشكل. من تحولت بهذا الشكل نقدر هسه هي صارت ordinary، نقدر نوجد لها الحل للجي. شلون نوجد الحل؟ بالتكامل، يعني نقدر نعزل الجي واحد والبي تربيع واحد، فبي خطوات. طبعا انت يعني احنا كتبنا الحل مباشرة، بس يعني خطوات مثل ما تعلمناها بالفصل الاول انه الجي نوت والجي هالشكل والسي تربيع، فهذا أوجد له يعني أوجد له الحل العام. شلون نوجد له الكامل؟ فهذا لين راح يصير لين الجي، وهذا راح يصير سي تربيع بي تربيع ثوابت تي تي بلس سي وشكل إذا تكاملهن. بعدين اللين جي نفرض أن لين جي يساوي سي تربيع بي تربيع تي بلس سي، نأخذ الإكسبوننشيال وراح يطلع الجي يساوي السي ويا الإكسبوننشيال كله يصير ثابت سي، والسي تربيع البي تربيع تي راح يصير هذا الإكسبوننشيال سي تربيع بي تربيع تي. فهذا الحل المعادلة الرابعة هو جاي من هذا التكامل. زين، هذا التشيك أهمل ignored or neglected. ليش؟ لأن ال تي هو أكبر من صفر، أو خلينا نقول يساوي صفر ويروح إلى infinity. فمن يروح إلى infinity، لو نفرض هنا تي infinity، فإحنا عندنا برياضيات الـ exponential infinity infinity، وهذا مستحيل انه الجي يصير انفينيتي، فلهذا يهمل، لان يعني هذا تشيك ما نجح. التشيك نمبر 2 يعني ليتس اكزامين انه الجي نوت اوفر جي سي تربيع تساوي صفر، اذا تساوي صفر يعني الجي نوت هي تساوي صفر، فتكاملها حيكون ثابت، تكامل الصفر ثابت، واحنا عندنا الجي تي مو ثابت، نتغير ويا الزمن، فلهذا ايضا نسوي له دروب نهمله. اذا غالبا هو غالبا ما اقول له قانون انه السالب بي تربيع هو اللي بيه الحل. راح نعرف شلون. فاذا اخذنا هاي الفرضيه الثالثه، هاي المعادله جي نوت سي تربيع جي تساوي هذا السالب بي تربيع، فرتبها راح تصير لك معادلة رقم 7، والF double prime over F
تساوي سالب بي تربيع، أيضا رتبها راح تساوي معادلة رقم 6. هاي المعادلات جتي من الفرضية الثالثة، من هاي سويناها صارت معادلة رقم 6، معادلة رقم 7. نيجي على معادلة رقم 6. إذا عندنا هالشكل ODE، عندنا بهاي الشكل، شلون كان نحلها؟ إنه يعني كمراجعة بسيطة، إنه كنت هالشكل أسوي R تربيع بلس B تربيع وهذا ال F تساوي صفر. بعدين أوجد ال R تربيع، إيش قد ال R تربيع راح يصير؟ راح يصير بلس ماينس إيماجينري تحت الجذر B، أو تكتب بي تربيع، بعدين تأخذ الجذر للطرفين، فهنا بعدين يطلع لك، يعني خلينا نقول يعني هنا تربيع ماكو، لأن أخذنا خلينا نقول التربيع، فالآر هو بلس ماينس إيماجينري بي، فهذا الإيماجينري بي الحل العام له كوساين بي إكس وساين بي إكس. زين، فهنا صار عندنا المعادلة السادسة حلها بهاي الصورة. هسه نريد نوجد الثوابت A و B من الباوندري كونديشنز. الباوندري كونديشن نمبر 1، U صفر عندما ال X صفر، وال U صفر عندما ال X L. نيجي نطبق هنا، عندما ال X صفر انتبه عليه، اليو صفر، اليو صفر عندما الاكس صفر، فاليو بالحقيقة هي هاي. زين، فهي هاي هي نطبق عليها الباوندر كونديشن، يعني هاي تجي هنا الاف اكس، شي يمثل هذا كله. فمن نقول اليو صفر معناتها الاف للصفر والجي تي تساوي صفر. هذا باوندر كونديشن نمبر 1. باوندر كونديشن نمبر 2، انه الاكس هنا ال، فصار اف ال، والجي ما له علاقه، جي تي وتساوي صفر. فنيجي على هاي المعادلة، ال F0 GT يساوي صفر، واحد من العدلات لازم صفر، ال GT مو صفر، لأن نعرف أن الحرارة تتغير ويا الزمن ويا التايم. فال F S ال F صفر ال F X احتمال هي تساوي صفر إذا الجي تي مو صفر. وهنا بنفس الحالة، لو ال اف ال لو ال جي تي تساوي صفر، الجي تي مو صفر إذا ال اف ال صفر. فانتهى بين الفرضيات انه ال اف زيرو وال اف ال هو صفر. شو وقت ال اف صفر وشو وقت ال اف ال تساوي صفر؟ ال اف صفر نيجي نعوض هنا بدال ال اكس صفر، إذا عوضنا بدال ال اكس هنا صفر وهنا هذا يروح ساين صفر صفر، كوساين صفر واحد، فراح ينتهي بينا انه الـ A صفر، يعني هذا ثابت صفر. فهي بسيطة، لا يعني مجرد انه تعوض مكان الـ X صفر، هذا الـ FX تشيله تخليه هنا، تعوض مكانه صفر، الـ JT ابد ما تساوي صفر، فالـ FX تساوي صفر. فمن عوضت الـ X يساوي صفر راح يطلع لك هاي الصفر، بعدين قيمة الـ A راح تساوي صفر، بعدين عندما الـ X عوضتها L، وإحنا الـ A عرفناها صفر، نهمل هذا، فيبقى الـ B sin BX تساوي صفر. انتبه لي زين.
عيد من عوضت اكس هنا صفر طلعت الاي صفر فهي من طلعت الاي صفر بعد هذا همله بعد ما نخلي من عوضت الاكس ال طلع هذا البي ساين بي ال يساوي صفر فهذا احتمالين بي مثل ما تعلمنا انه لو البي صفر لو ساين بي ال صفر اذا البي صفر اذا ناخذ البي صفر يعني اذا البي هنا صفر وهنا اي صفر يعني الاف صفر واذا الاف صفر يعني اليو صفر وهذا تريفيال سولوشن فلهذا ما ناخذ هذا الاحتمال ناخذ الاحتمال الاخر اللي هو ساين بي ال يساوي صفر فقلنا شو وقت ساين بي ال يساوي صفر عندما البي ال هو ان باي هذا قانون اخذناه عرفناه بالفوريير عرفناه حتى بالباور سيريز فعن هذا الطريق راح استخرج السيكونس للبي الفرضيه الزايده اللي انا جبتها الاديشنال اسامبشن اللي انا جبتها استخرجت لها الفاليو اللي هو ان باي اوفر ال واللي هي سيكونس يعني 1 2 3 فان باي اوفر ال يعني اذا كان هذا ال هذا فالسرعة هنا هي نفس السرعة هنا عندما الان واحد وعندما الان اثنين نفسها وعندما الان ثلاثة نفسها فهي الان باي كأنه الان باي اوفر ال هي هذا البي الفرضية اللي يعني جبتها هذا هو المقصود بالسيكونس انه السرعة تعتمد على الان هي نفسها عند نقطة X وعند نقطة L اذا صحيح يعني هنا انتهى بها الحال انه الفرضية صحيحة وكل الخطوات اللي قمت بها صحيحة راح نكمل الحل بالفيديو الاخر.